عندي وقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعد حسن وغير وحسن وحسن لكن غير وحسن يسمى خلاف الأولى يعني هذا جيد وغير أجود إذا فعل الشيء خلاف الأولى دعوة يستغفر استغفار ويبكي أكثر من بكاء واحد يعني يشرب الخمر ويعمل مصائب لأن هذا الجود حساس صلي وكنت خشاع خلاف الأولى مع الرسول صلاتك صحيحة لكن مرات عمل خلاف الأولى خلاف الأولى في الدعوة مرات ترتب عليه فكرة والدليل القرآن وربنا قال سيدنا موسى حتى تأخذ التوراة أمر أن يأتي بقومه وحده ويلوي لقب الطور وذات الدعوة والسخر ربنا يعطيه التوراة وما أجلك عن قومك يا موسى أنا استخدمت هارون وقلت هارون الحكم عجبت إليك ربك لترضى إذا سيدنا موسى ترى خلاف الأولى يعمل الجائز فهو شوقي إلى الله تقدم شوي عن قومك مش حرام هذا مش معصية لكن الأولى تسمع قومك هذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث إلى خلاف الأولى يستنكر مع التقصير ولو تركت فيها حتى على خلاف الأولى تقصير هذا عمل حساس فترتب على هذا الشيء فتنة بني إسرائيل وعمل العلم هذا لا مفهوم ما قلت لك الحقني ما منعك ألا تتبعني كان نص يقول لكن أخوه قال كيف إذا تبعت في ناس يعملوا وناس ما عملوا لخشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل يعني جيت بناس وخليت ناس ولما صارت الفكرة وقفت أنتظر أمرك إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل لم ترقب قولي وحدث فتنة بسبب أن سيدنا موسى خلاف الأولى يعني لما تقول ارفع بالتي أحسن يعني حتى الحسن في غير أحسن صفر تقول أحسن أحسن فحسن غير أحسن تدعو أحسن لهذا في العبادات في تفصيل يقول إن فرق